سوف تأتي في النسخ هو موجود عندكم. على كل حال الزيادة على النص متى تكون نسخ عند الأحناف؟ إذا كان المزيد عليه مجمل غير مجمل متضح الدلالة، وعندهم يعني كذلك مأخذ آخر وهو أن العام دلالته قطعية فيتعارض مع الخاص، وعند الجمهور أن دلالة العام ظنية فلا يتعارض مع الخاص بل يحمل العام على الخاص، وعندهم يتعارضان ويقع بينهما النسخ إلا في صورة واحدة، وهي إذا كان يعني المخصص متصلا مثل التخصيص بالغاية والاستثناء فهذا لا يكون يعني هناك نسخا بين العام والخاص. وأما الزيادة على النص نسخ فهي نفس القاعدة عندهم في الفرق بين الفرض والواجب، فإذا كانت الزيادة على النص نسخ عندهم، وأن إذا كانت الزيادة بالآحاد الآحاد لا ينسخ المتواتر عندهم فيحملون ما يعني ما ثبت بالآحاد على مرتبة أقل مما ثبت بالتواتر، وعندئذ لا يقع النسخ، يقولوا ما ثبت بالآحاد فهو واجب وما ثبت بالتواتر فهو فرض، والفرض لا يتعارض مع الواجب، ويمثلون لذلك بالصلاة بالفاتحة للصلاة وبالطهارة للطواف، فإنهم يجعلون كل من الطهارة في الطواف والفاتحة في الصلاة واجب، وأما الطواف فإنه ركن أو فرض، ويعني مطلق قراءة القرآن فرض، وأما تعيين الفاتحة فهو واجب، هذا هو عندهم يعني. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: المسألة الرابعة في اللفظ إذا كان يحتمل معنيين، إن حمل على أحدهما أفاد فائدة وإن حمل على المعنى الآخر أفاد فائدتين. فائدتين يعني لا بد أن يقيد أن المعنى الواحد ليس أحد الفائدتين، ليس أحد الفائدتين إذا كان يعني المعنى الآخر اللي فاد فائدة واحدة داخل في المعنيين هذا ما في خلاف. الخلاف إذا كانت الفائدتان يعني إذا كان المعنى الواحد لا يدخل في المعنيين، أما إذا كان داخل في المعنيين فلا إشكال فيه وليس بمجمل. نعم، والصحيح في هذه الصورة أنه مجمل. نعم تفضل. ومثاله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من استجمر فليوتر، فإنه يحتمل أن يتعلق الوتر بالفعل نفسه ويحتمل أن يتعلق بالجمار، فإن تعلق بالفعل نفسه لم يقتضي الوترية في الجمار لاحتمال أن يستجمر بشفع من الجمار وترا. أيوة يعني يستجمر بشفع شفع وثلاثة من الشفع ليست بوتر، فهمتم؟ أما لو كان بالجمار فالجمار يلزم فيها الوترية. نعم تفضل. فإن تعلق بالفعل نفسه لم يقتضي الوترية في الجمار لاحتمال أن يستجمر بشفع من الجمار وترا، وإن تعلق بالجمار تعين الوتر في الفعل، وقد اختلف في ذلك، فمنهم من يرى أنه مجمل، ومنهم من يرجح بكثرة الفائدة. أيوة هو ذكر وذكر غيره من الأصوليين أن كثرة الفائدة ليست من المرجحات، لكن كثرة الأدلة وكثرة الرواة، كثرة الأدلة متفق على أنها ترجح، أما كثرة الرواية فهذا مختلف في الترجيح بها، فعند الأحناف أن كثرة الرواية ليست من المرجحات. نعم تفضل. وقد اختلف في ذلك، فمنهم من يرى أنه مجمل،
ومنهم من يرجح بكثرة الفائدة، والمحققون يرون أنه مجمل، لأن كثرة الفائدة إنما تكون بعد إرادة المعنى الذي يقتضيها. يعني كانت الفائدة إذا كان المعنى غير متعين وهو متردد كيف تكون فيه كثرة الفائدة؟ والفائدة أصلا من شرطها أن يفهم المراد من اللفظ، هل هو هذا المعنى أو هذا المعنى، فإذا تردد بينهما ولا مرجح فلا يتصور هناك كثرة الفائدة. لذلك الصحيح في مثل هذا أنه مجمل يحتاج إلى بيان خارج اللفظ. نعم. والمحققون يرون أنه مجمل، هو غير المؤلف رحمه الله مثل بالنكاح وقال بأن النكاح هل يحمل على حقيقته أو مجازه، أو أنه يعني من قال بأن النكاح يعني الجماع في قضية أن المحرم يعني لا ينكح ولا ينكح، هل المراد به الجماع أو المراد به يعني العقد والجماع، فيكون هذا معنيان وهذا معنى واحد، وهذا أوضح مما مثل به هنا. وقد هو يذكر أن هذا من باب تعارض أو من باب احتمال الحقيقة والمجاز، لكن غير مهل بن السبكي وغيره ذكر في هذا التمثيل بما احتمل معنى إذا حمل على يعني معنى يفيد فائدة وإذا حمل على معنى آخر يفيد فائدتين، مثل له بنهي المحرم عن النكاح. تفضل. والمحققون يرون أنه مجمل، لأن كثرة الفائدة إنما تكون بعد إرادة المعنى الذي يقتضيها، فلا يستدل بكثرة الفائدة عليه، وإلا لزم الدور. الدور دائما هذا مصطلح أصلا يعني عند المناطق، وهو توقف الشيء على نفسه أو توقف الشيء على ما يتوقف الشيء عليه كالركن وذلك، فهو يعني الدور باطل. أي فضل. المسألة الخامسة في اللفظ الدائر بين إفادة حكم شرعي وإفادة وضع لغوي، ومثاله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الاثنان فما فوقهما جماعة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الطواف بالبيت صلاة، فإنه يحتمل أن يكون ذلك إخبارا منه أن أقل الجمع في اللغة اثنان، وأن الطواف بالبيت في اللغة يسمى صلاة، ويحتمل أن يكون أفاد أن الشرع جعل الطواف بالبيت صلاة وجعل الاثنين جماعة. فمنهم من يرى أن هذا مجمل للاحتمال الذي فيه، ومنهم من حمله على المحمل الشرعي ورأى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعث لتعريف الأحكام الشرعية لا لتعريف الألقاب اللغوية. الحقيقة أن المعاني الشرعية يعني لا تنفك عن المعاني اللغوية، وهذه الاصطلاحات الشرعية يعني التي هي موجودة في الكتاب والسنة ليست كالاصطلاحات التي اصطلح عليها الفقهاء، فإنك حادثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني كونه يعني أراد بالاثنين يعني الجماعة، هذا قد يكون من باب يعني أنه يعني إطلاق الجماعة على الاثنين قد يكون من باب التجوز، وله شرط أنه يكون هذا أراد به الحقيقة اللغوية أو الحقيقة العرفية، ولكن يعني وأقل الجمع في الحقيقة هو ثلاثة، كما أن والسبب وإن كان الإمام مالك رحمه الله وبعض اللغويين يقول أقل الجمع اثنان مستدلين بالاستعمال، والصحيح أن الاستعمال هنا ليس بدليل، لأن الاستعمال يطلق
الاثنان ويراد به الجمع وحتى الواحد قال به الجمع. والذي يميز هو أن هناك عندنا ثلاث صيام: صيام مفرد، صيام مثنى، وجمع. وكما أن المفرد دلالته في اللغة في الوضع على الواحد، ودلالة المثنى في اللغة على الاثنين، وكذلك في الشرع. ودلالة أقل الجمع ينبغي أن يكون ثلاثة ما فوق. فإذا وجدنا الشارع أو أهل اللغة استعملوا الجمع في الواحد أو الواحد في الجمع أو المثنى في الجمع، يعني لا فرق بين استعمال الواحد في الجمع واستعمال الاثنين في الجمع. وكما أن الواحد ليس أقل الجمع فالاثنان ليس بأقل الجمع، يكون الجمع أقله ثلاثة، ويطلق الجمع على الواحد وعلى الاثنين، كما يقول الإنسان لنفسه نحن وهو واحد. فهذا هو يتميز عندئذ، تتميز المجاز عن الحقيقة بالسياق وبالأسلوب. نعم. بعضهم يحتاج في قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، هو هذا أنا قلت الاستعمال، لكن هذا الاستعمال هو مجاز، بدليل أن الله عز وجل قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. لفظ الناس أصلا هو للجمع أو للعموم، ومع ذلك قد يراد به ما ليس بعام، لأنه هنا لا يمكن أن يحمل على العام، لأن لا يمكن ثلاث عمومات مع بعض كلها مراد. الذين قال لهم الناس إن الناس، إذن هذا دل على أن هنا العموم ليس على ظاهره، وهذا من باب ما يسمى العام المراد به الخصوص. وهذا مجال. وكذلك استعمال الجماعة في المفرد واستعمال المفرد في الجماعة، هذا لا يجعل الصيغة الوضعية أنها يعني تغيرت، وإنما هذا من باب التجوز. نعم. وإن كان القول على أنه أقل الجمع اثنين، في بعض من قال أقل الجمع واحد في اللغة. ايش هو المسألة هذه؟ يعني تكون يعني ان صلى اثنين في جماعة هل تعتبر جماعة ولا تعتبر؟ هو يعني هذا يعني اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوق جماعة، دل على انه يحصل به فضل الجماعة، وليس معناه انه الجماعة بالضرورة. وكذلك اذا قال الطواف بالبيت صلاة، ليس معناه انها الصلاة التي هي، وانما هو مثل الصلاة في اشتراط الطهارة مثلا لم يقول بذلك، وأنه وإن كان رخص فيه في الكلام فهذا كأنه شبهه به وليس هو. وكذلك هنا الاثنان فهما جماعة في الحكم بحصول يعني فضل الجماعة به. نعم. ويكون المعنى واضح يعني. نعم تفضل. فمنهم من يرى ابن علي الفقهاء يقول من قال بأن أقل الجمع ثلاثة يقال له علي دراهم، فيلزمه من اثنين فما فوق. وعند الذين يقولون بأن أقل الجمع ثلاثة يقول إذا قال له علي دراهم أقل ما يعني يزيد من ثلاثة فما فوق، أي يوقع النزاع. نعم. ولكن الظاهر من قال له علي دراهم وقال يعني اللي عليه الدين قال له علي دراهم اللي هو صاحب، يعني يقول دراهم أقل ثلاثة اللي هو صاحب المال، يقول أقل الدراهم ثلاثة. ولو أراد يعني الدرهم يقول له علي درهمين ويقول له علي ثلاثة. نعم تفضل. فمنهم من يرى أن هذا مجمل للاحتمال الذي فيه، بس هذا ما يصح يكون مجمل، لأن الاحتمال فيه مرجوح والمعنى واضح، سواء قلت بأنه حقيقة عرفية أو حقيقة لغوية فالمعنى فيه واضح. فقلوا فقد صغت قلوبكما، معلوم أن لكل واحد قلب واحد، والله عز وجل يقول ما جعل الله لرجل قلبين في جوفه،
لما أقول قلوبكما ثم إنه يعني مثل قلوبكما، يعني أهل اللغة يقولون بأنها يعني تثنية القلوب وتثنية أصحابها، هذا فيه ثقل، لذلك استغنوا بتثنية أحدهما وجمع الآخر. نعم. فمنهم من يرى أن هذا مجمل للاحتمال الذي فيه، ومنهم من حمله على المحمل الشرعي. وكذلك من هذا الباب استدل الذين يقولون بأن يعني أقل الجمع ثلاثة، يقول ثلاثة فإن كان له إخوة، فإنه بالإجماع أن الإخوة يعني المراد بها هنا من اثنين فما فوق. نعم تفضل. ومنهم من حمله على المحمل الشرعي ورأى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعث لتعريف الأحكام الشرعية لا لتعريف الألقاب اللغوية. هذا الكثير من الأصوليين يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعث بتعليم الأحكام الشرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق بالعرب من العرب بالعربية، وهو كذلك يعني كلامه في اللغة حجة كما أن كلامه في الشرع حجة، فيحمل على أنه مشرع وعلى أن ما دل له عليه لغة أنه يؤخذ به، هذا لا مانع منه، وهو معلم الشرع ومعلم كذلك الاستعمالات اللغوية يعني حتى يكون فيها تكون قوالب للشرع. نعم. المسألة السادسة فيما إذا كان للفظ مسمى في اللغة ومسمى في الشرع، ومثاله قوله صلى الله عليه وآله وسلم توضأوا مما مست النار، فإنه يحتمل أن يكون أراد الوضوء الشرعي ويحتمل أن يكون أراد الوضوء اللغوي، فمنهم من زعم أنه مجمل لهذا الاحتمال، ومنهم من يرى أنه ليس بمجمل وأنه إنما يحمل على المسمى الشرعي، ولأنه عرف الشارع وإنما يحمل لفظ الشارع على عرفه، فهذا تمام الكلام في المجمل. نعم، هذه المسألة اللي هي يعني الوضوء يحمل على المعنى الشرعي مثل ما قال، إلا إذا تعارضت الأدلة وكان هناك جمع بحمله على المعنى اللغوي في بعض المحتملات حتى يكون هناك يعني جمع بين الأدلة. والذين يقولون بأن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء يحملون الوضوء من لحم الإبل على الوضوء اللغوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الصحابي يقول كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وكذلك عند المالكية يرون أن أكل لحم الإبل ليس بناقض أصلا، وأن الأمر بالوضوء منه محمول عندهم على اللغة، مع الحديث كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وكذلك عقالوا بأن القواعد يعني تخالف هذا المعنى لو حملنا الحديث، وهو أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء لكان مخالفا للقواعد أو الأصول، والأصول أن كل يعني ناقض لا يكون إلا من الخارج، بينما ناقض يعني الصوم يكون بالداخل وناقض الوضوء يكون بالخارج، قالوا بأن هذا مخالف للأصول، وعندئذ قالوا ينبغي لنا أن نحمل الوضوء هنا على المعنى اللغوي حتى لا تتعارض الأدلة. وهذا كلام يعني وجيه، وكلام المخالف لهم كلام وجيه وكله متمسك بدليل، وكثير من العلماء يرجح يعني الوضوء من أكل لحم الإبل لأنه أحوط، لأن كل مسألة اختلف فيها فحملها على الوجه المتفق عليه
هذا لا شك أنه أرجح وأحوط. نعم تفضل. الفصل الثالث في الظاهر. يعلم أن الظاهر نعم نعم هو الغسل اليدين والغسل الوجه هذا هو الوضوء. نعم يعلم أن الظاهر هو هو اللفظ الذي هو اللفظ الذي يحتمل معنيين وهو راجح في أحدهما من حيث الوضع. أي الظاهر اللفظ الذي احتمل معنيين فأكثر وكان أرجح في أحد المعنيين أو أحد المعاني، فحمله على الراجح هو الظاهر، وحمله على المرجوح يسمى خفيا أو يسمى مرجوحا ويسمى خفيا. نعم أيوه. فلذلك كان متضح الدلالة. نعم. ولاتضاح الدلالة من جهة الوضع أسباب ثمانية. أي يعني قصده يعني الظاهر يطلق على النص الذي تقدم لنا لأنه ظاهر، ولكن في الاصطلاح الأصولي إذا قيل الظاهر معناه اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى وكان أرجح في أحد هذه المعاني كحمل العام على عمومه، فإن العام ظاهر في تناوله لجميع ما تحته، وإذا ولكنه يحتمل التخصيص، فحمله على عمومه هذا هو الظاهر. نعم تفضل. وقد يكون ظاهرا بالوضع وقد يكون ظاهرا بدليل آخر. نعم تفضل. السبب الأول الحقيقة وهي في مقابلة المجاز. والحقيقة يعني لغة من حق الشيء يحق إذا ثبت، وليست من باب يعني الحق والكذب، لا تقابل الكذب هنا. إذن الحقيقة هي فعيلة بمعنى يعني الثابت، أي معناه فاعل. نعم. وفي الاصطلاح كما يذكر المؤلف رحمه الله هي استعمال اللفظ فيما وضع له أولا، استعمال اللفظ فيما وضع له أولا. نعم تفضل. والحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له فيما وضع له أولا، وإن أردنا أن تدخل معنا جميع الحقائق سواء كانت لغوية أو عرفية أو شرعية نقول الحقيقة هي استعمال اللفظ في عرف به التخاطب، فإن كان العرف الذي به التخاطب عرف أهل اللغة تكون لغوية، وإن كان عرف عام تسمى عرفية، وإن كان عرف خاص كعرف الشرع أو عرف أهل الفنون يدخل كل هذا في لفظ الحقيقة. نعم تفضل. والحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له كإطلاق لفظ الأسد على الحيوان المفترس. والمجاز هو اللفظ يعني ولذا ينبغي أن يقال اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا كاستعمال الأسد في الحيوان المفترس، إذا قيل إذا قال القائل رأيت الأسد أو رأيت أسدا فهذا ينصرف إلى الحيوان المفترس. نعم. والمجاز هو الاستعمال يعني فيما وضع له أولا. هناك من العلماء الذين ينكرون يعني المجاز ويقولون كيف الاستعمال الأول والاستعمال الثاني، ويأتون بأدلة كثيرة على إبطال الاستعمال الثاني وأنه يعني الأولية أنها زمنية وكذا، ولا أحد يقول بأن الأولية باستعمال اللفظ الحقيقي فيما وضع له أولا ليس معناه الأولية الزمنية، ولا أحد يقول بهذا ممن يقول بالمجاز.
إنما المراد بالأولية إما أن الحقيقة هي التي يتلفظ بها أولا قبل القرينة التي تصرف عنها، أو أن السامع الذي يفهم اللغة العربية أول ما يسمع اللفظ يتبادر إلى ذهنه أنه الحقيقة ما لم يكن هناك صارف عنه. نعم تفضل. والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا، لأنه لا لأن دلالة المجاز دلالة وضعية كما أن الحقيقة دلالة وضعية، فهمتم؟ إلا أن الحقيقة اللفظ استعمل فيما وضع له الوضع الأول، والمجاز هو من التجاوز وهو المكان الذي يقطع منه الشيء بحيث اللغة، وفي الاصطلاح هو استعمال اللفظ في وضعه الثاني إن شئت أو في غير ما وضع له أولا لعلاقة مع قرينة مانعة من استعمال المعنى الأصلي، لا بد أن تكون هناك علاقة وقرينة، ولذلك لا يقبل من أحد أن يقول هذا اللفظ أريد به المجاز إلا إذا كانت هناك علاقة مع قرينة صارفة عن استعمال المعنى الأصلي، كأن يقول رأيت أسدا متقلدا سيفه، أو رأيت أسدا يخطب، أو رأيت أسدا يرمي، فلفظ متقلدا سيفه ويرمي ويخطب هذه لا يمكن بعدها حمل اللفظ على الوضع الأول لأنها صارفة عنه. والعلاقة هي الشبه، تشبيه الرجل الشجاع بالأسد. نعم تفضل. والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، أيوة لابد أن يقول أولا، ويقول لعلاقة مع قرينة مانعة من استعمال المعنى الأصلي، هذا هو تمام. أو بعضهم يقول هو استعمال اللفظ في غير وضعه الأول على وجه يصح، على وجه يصح هو يعني مثل لعلاقة مع قرينة، لأنه إذا لم يكن علاقة ولا قرينة لا يكون على وجه يصح. نعم تفضل. لعلاقة بينه وبين ما وضع له، كإطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع. العلاقة بينهما هي الشجاعة. نعم تفضل. فإذا كان اللفظ والقرينة المانعة هي قولك يخطب أو متقلدا سيفه أو على فرسه، رأيت أسدا على فرسه، فهذه قرينة مانعة من استعمال الأسد في الحيوان المفترس. نعم. فإذا كان اللفظ محتملا لحقيقته ومجازه فإنه راجح في الحقيقة. إذا كان محتمل يعني لو قلنا إذا احتمل وكان أظهر فهو ظاهر في الحقيقة، لكن إذا كانت هناك علاقة مع قرينة فيكون عندئذ هو أظهر في المجاز. نعم. والحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية وفي مقابلتها مجاز لغوي، وحقيقة شرعية وفي مقابلتها مجاز شرعي، وحقيقة عرفية وفي مقابلتها مجاز عرفي. أما الحقيقة اللغوية فمثالها ما احتج به أصحاب الشافعي رحمه الله وابن حبيب رحمه الله من أصحابنا على أن خيار المجلس مشروع، وذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا. فيقول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله: إنما المراد بذلك المتساومان، وافتراقهما هو بالقول، أي هما في حال تساومهما بالخيار ما لم يبرم العقد ويمضياه، فإن أمضياه فقد افترقا ولزمهما العقد. أي يعني هذا الحديث معروف، وكثير من الناس يشنع على الذين يقولون يعني بالخيار أن التفرق بالأقوال،
وفي الحقيقة وبعضهم يقول إن مالك أنه ترك الحديث وأخذ بالقياس، وهنا ما في قياس، ومالك في الحقيقة يأخذ بمنطوق الحديث، إلا أنه يأخذ بجانب أخص مما يقول به الجمهور أو يقول به الحنابلة والشافعية، أن التفرق يطلق على التفرق بالأقوال والتفرق بالأبدان. والمالكية يستدلون على قاعدتهم بأن القاعدة العامة أو القاعدة أو ما ثبت بأدلة قطعية مقدم على ما ثبت بأدلة ظنية، ويرون أن حمل التفرق هنا على خصوص التفرق بالأبدان أنه مخالف للقواعد، ويقولون بأنك لو اشترطت على من تشتري منه خيارا غير محدد أنه لا يصح، أن هذا الشرط باطل، والمجلس ليس محددا. هم يقولون وهم أنهم حملوا التفرق على التفرق بالأقوال، لأن كل تفرق بالأبدان هو تفرق بالأقوال كذلك، وقد يكون التفرق بالأقوال دون التفرق بالأبدان. إذن هم يعني التفرق بالأبدان قالوا به وزادوا عليه التفرق بالأقوال، لأن التفرق إما أن يقع في الأقوال، وكل تفرق بالأقوال هو تفرق بالأبدان، يعني فهمتم قصدي، كل تفرق بالأبدان هو تفرق بالأقوال، وقد يكون التفرق في الأقوال والناس موجودة، وهم رأوا أن يعني اجتماع بالبدن أنه وصف طردي في الأحكام الشرعية، ويستدلون بقوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم، وقوله وإن يتفرق يغني الله كل من سعده. وهذا التفرق هنا قطعا ليس المراد به تفرق بالأبدان، هم إنهم يستدلون بأنه لو كان التفرق يعني يشترط لبطلت الإقالة، لأن الإقالة مشروعة، والله عز وجل يقول تجارة عن تراض، فمطلق التراضي تبرم فيه الصفقة، وكذلك أوفوا بالعقود، فإن هذه الأدلة العامة تدل على عدم يعني اعتبار خيار المجلس، هذه هي أدلتهم. والجمهور يستدلون بنفس الدليل وبفعل يعني ابن عمر أنه فهم من التفرق التفرق بالأبدان، وأنه كان إذا عقد صفقة خطى خطوات حتى يمضي البيع. نعم. أيهما في وأما كونهم حملوه على هذا، هذا الغرض منه كما ذكرت لكم هو الجمع بين يعني هذه الأدلة. إذا قلنا المراد بالتبايع والتساهم ما وقع تعارض أصلا، وهم يستدلون بأن المتساوم يأني متبايعان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع أو لا يبيع أحد على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته، وإذا انعقد البيع وانعقد النكاح ما في خطبة ولا في بيع، فهمتم؟ هم يستدلون بهذا، ويكون مثل ما ذكرت لكم أول، يكون حمله هنا على هذا المعنى وهو معنى مجازي لأجل التوفيق بين الأدلة حتى لا تتعارض الأدلة، أنه إذا قلنا بأن الخيار مشترط وأن الصفقة بمجرد التراضي تقع، فهذا يقع في تعارض، ولو حملنا البيع على السوم ما يقع هذا التعارض، فهمتم؟ هذا هو أدلته. تفضل. أنا قصدي هنا يعني هذا الموضوع الذي يتطرق إليه المؤلف يعني لا يرجح، لأن الترجيح يحتاج إلى واحد يذكر أدلة الجميع والاعتراضات الواردة عليها ثم بعد ذلك يرجح ذلك، هو يذكر أثر القاعدة والخلاف فيها بصرف النظر عن القول الراجح،
ومن أراد أن يعلم الراجح يرجع إلى أدلة كل جزية ويأخذ بالراجح. فيعني والغرض من هذا الفن هو أن الإنسان يعني يعلم مدارك الخلاف، وإذا أراد أن يعمل في جزية أو في يعني دليل أو في حكم لا بد أن يرجع، ولا يستطيع أن يرجح يعني من القواعد، لأن الترجيح بالقواعد صعب جدا، لأنه يعني القواعد العامة لا ترجيح فيها، وإنما الترجيح في الجزئيات. نعم تفضل. وقد يطلق اسم الشيء على ما يقاربه كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا ينكح على نكاحه. وإنما المراد بالبيع السوم، وبالنكاح الخطبة. أي صح، لأنه إذا انعقد البيع وانعقد النكاح ما فيه خطبة على خطبة ولا فيه بيع على بيع. نعم. لأن السوم وسيلة للبيع والخطبة وسيلة للنكاح، فقد ورد في رواية أخرى: لا يسم أحدكم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته. والجواب عند أصحاب الشافعي رحمه الله إن إطلاق المتبايعين على المتساومين مجاز، وإطلاق التفرق على تمام العقد مجاز، والأصل في الكلام الحقيقة. لا، هو الحقيقة التفرق، يطلق حقيقة على التفرق في الأقوال والتفرق في الأبدان، كله يقال له تفرق حقيقة. أي. لأنه قوله تعالى: وإن يتفرقا يغن الله كل من سعته، هذا تفرق حقيقي وليس مجازي. لأنه التفرق يعني لو يعني المرأة تكون مع الرجل في مكان ويتفرقان بالقول، ويكون هو في بلد وهي في بلد وهما ليسا متفرقين. نعم تفضل. وأما الحقيقة الشرعية فقد اختلف الأصوليون في وقوعها، والجمهور منهم معترفون بوقوعها ويحتجون على ذلك بالاستقراء. على كل حال، الاحتجاج على أن الحقيقة الشرعية، الذين يقولون بأن الحقيقة الشرعية هي حقائق لغوية زاد الشارع عليها شروط، هو لا فرق بينهم وبين هذا، وهو منقول عن القاضي البقلاني. بعض العلماء يقولون بأن الحقائق الشرعية هي نفس الحقائق اللغوية زاد فيها الشارع أشياء. الصلاة مثلا هي الدعاء نفسه في اللغة، إما أن تكون من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، وهذا من باب التجوز، أو أنها هي نفس الحقائق زيدت فيها شروط ويعني أشياء. وهذا الذي يقول أنه زيد فيه شروط هو الذي يقول له الجمهور بأنه حقيقة شرعية ولا مشاحنة بالاصطلاح. نعم. وأما الحقيقة الشرعية فقد اختلف الأصوليون في وقوعها، والجمهور منهم يعترفون بوقوعها ويحتجون على ذلك بالاستقراء. فإنا لما استقرأنا لفظ الصلاة والزكاة والصيام والحج وجدناها إنما استعملت في لسان الشرع للعبادات الشرعية، وإذا ثبت وقوع الحقائق الشرعية. يعني إذن هو دائما كل معنى اصطلاحي هو جزء من المعنى اللغوي، كل معنى اصطلاحي سواء كان حقيقة شرعية أو حقيقة يعني عرفية عامة أو عرفية خاصة كله جزء من المعنى اللغوي، لأن الزكاة هي إنما وفي زكاة يعني المال نماؤه، وكذلك الحج هو القصد، وإن كان الشارع يعني قصره على قصد مخصوص وفي وقت مخصوص هو قصد، وكذلك الصلاة
هي مشتملة على الدعاء وعلى الأدعية، فتسمية الأفعال والأقوال بالصلاة على هذا القول مثل تسمية يعني الشخص كله بالرقبة، وتحرير الرقبة يعني تحرير كل الشخص، وكذلك إطلاق يعني الصلاة وإرادة هذا كله لأن من ضمن الصلاة الدعاء، هكذا يقولون الذين يقولون بأنها ليست حقائق وإنما هي يعني زيد فيها أو أنه من باب التجوز. نعم تفضل. وطبعا كل حقيقة شرعية وحقيقة عرفية بالنظر إلى الوضع اللغوي تكون مجازا، وإذا نظرت إلى ظهورها وأنها أصبحت أظهر من الحقيقة اللغوية سميت حقيقة شرعية، وكأن الحقيقة اللغوية بالنسبة لها أصبحت كالمجاز. والقرافي رحمه الله يقول بأن اللفظ قد يكون حقيقة ثم إذا تنوسي أصبح مجازا، وأصبح المعنى المجازي أصبح حقيقة بالنسبة لظهوره، لأنه قلنا بأن الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له أولا، ويقول بأنه صار المعنى الأول هنا هو المعنى المجازي، يقول ربما تكون الحقيقة تنقلب إلى مجاز والمجاز ينقلب إلى حقيقة بالاستعمال. نعم تفضل. فمثاله احتجاج أصحابنا أن المحرم لا يتزوج في حال إحرامه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. فيقول أصحاب لا ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح هو ولا ينكح لغيره لا يعقل، لا يعقل. نعم جزاك الله. بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. فيقول أصحاب أبي حنيفة رحمه الله: يحتمل أن يريد بالنكاح الوط، كما قال الشاعر: كبكر تشتهي لذيذ النكاح وتفرق من صولة الناكح. أيوة، يعني قصد أن النكاح تطلق لغة تطلق على العقد، وعلى هي أصلا النكاح لغة هو الوط، وكونه لغة هو العقد، هذا ينبغي أن يكون محمول على الحقيقة الشرعية مطلق العقد. أما اللغة هو يعني الضم، هذا يسمى لغة نكاح، يقول تناكحت الأشجار ينضم بعضها إلى بعض. نعم. فيقول أصحاب أبي حنيفة رحمه الله: يحتمل أن يريد بالنكاح الوط، كما قال الشاعر: كبكر تشهى لذيذ النكاح وتفرق من صولة الناكح. وإذا كان المراد به الوط دل الخبر على حرمة الوطء على المحرم لا على حرمة العقد، ويكون المعنى لا ينكح المحرم يعني لا يطأ ولا يمكن غيره من ذلك. أي نعم. والجواب عند أصحابنا إن إطلاق النكاح على الجواب أن، يعني دائما إذا كان ما هي في الابتداء تفتح الهمز. نعم. والجواب عند أصحابنا أن إطلاق النكاح على الوطء مجاز شرعي، وعلى العقد حقيقة شرعية، وحمل اللفظ الشرعي على حقيقته الشرعية أولى من حمله على المجاز الشرعي. أيوة، بعضهم يقول إنه يعني النكاح أنه يكون له عام يشمل الجميع ولا تعارض بين الجميع، بل إن أحدهما مبني على الآخر. أيوة. وهنا يعني قصد مطلق العقد، مطلق العقد يسمى نكاحا، ومعظم استعمالات القرآن للنكاح هو في العقد، إلا في قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره فإنه المراد به الوطء، وهذا دلت عليه الأدلة الخارجية. نعم.
تفضل. وأما الحقيقة العرفية فمثالها ما إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق وقد أردت من وثاق، وقال أردت من وثاق يا طالق وأراد أنها ليست موثقة، لأن يعني ليست مقيدة، لأن المعنى الإطلاق اللغوي هو عدم القيد، ومنه يعني ناقة مرسلة يعني غير مقيدة وغير موثوق يعني موثقة بشيء. نعم تفضل. فمثالها ما إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق وقال أردت من وثاق، فإن الطلاق بمعنى الإطلاق، وهو حقيقة لغوية في الحل من وثاق أو غيره، فيقال هذا اللفظ حقيقة عرفية في حل عصمة النكاح مجاز في الوثاق، وحمل اللفظ على حقيقته العرفية أولى من حمله على المجاز العرفي. ثم إن اللفظ الطلاق يعني لا ينظر فيه للنية، لأن نية الزوج ينظر إليها في ألفاظ الكنايات، والألفاظ الصريحة لا ينظر فيها للنية. إذا قال لزوجته أنه طلقها بلفظ الطلاق سواء كان هازلا أو لا يريد الطلاق وقع، لأنه يعني أنيطت الأحكام هنا بالنطق، أي لأنه لو نوى أنها طارق ولم يتلفظ لا تطلق. فهمتم؟ أي تفضل. مثل هذا غير مسلم. إيش هو؟ مثل هذا يمثل به تفارق. لا هو أراد يمثل به علشان يعني مثاله سليم، لأنه يبين أن هذا غير معتبر. إذا قال لزوجته هي طالق وقال أنا أردت أنها ليست موثقة بشيء هذا لا يقبل. قلنا بأن الألفاظ الصريحة لا تغيرها النية. هو هذا لا تغيرها النية، إذن هي طالق، لأن هذا اللفظ الصريح لو أراد به الوثاق لكان كلام فاضي يعني في غير محله. فكلام المؤلف كلام صحيح يعني. نعم. ومثاله من كلام الشارع ما احتج به أصحابنا على أن البكر يجبرها أبوها على النكاح، وذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر، واليتيمة هي التي لا أب لها. لو قال من توفي أبوها أما اليتيمة لا أب لها، هذا هو يقصد التي توفي أبوها، والتي توفي أبوها هي لها أب بس هو متوفى، والتي لا أب لها يعني معناها بنت زنا. إيه فهو أراد بلا أب لها أن أباها متوفى، ولكن العبارة أولى منها أن يقال التي فقدت أو فقد أبوها يعني مات أبوها. نعم. وهي لا تزال صغيرة، لأنها إذا بلغت لا تسمى يتيمة إلا باعتبار ما كان. نعم. فمفهومه أن غير اليتيمة وهي ذات الأب تنكح من غير استئمار، يعني ينكحها أبوها من غير استئمار. نعم تفضل. فيقول المخالف اليتم في اللغة هو الانفراد، ولذلك يقال للبيت المنفرد من الشعر يتيم، وللذي لا نظير له يتيم، وإذا ثبت ذلك فقد يكون المراد باليتيمة التي لا زوج لها، كما أراد الشاعر بقوله إن القبور تنكح الأيام النسوة الأرامل اليتامى. أيوة بس هذا بعيد جدا، لأنه هذا زي حمل اللفظ على محمل بعيد، هذا لا يقبل أصلا، وهو حمله عليه يسمى تأويلا بعيدا، والتأويل البعيد لا يصار إليه. نعم.
وإذا أريد به التي لا زوج لها لم يكن في الخبر دليل. نعم. والجواب عند أصحابنا أن عرف اللغة في اليتيمة أنها التي لا أب لها، وهو المراد من قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، وقوله تعالى: ولذي القربى واليتامى، وهو المشتهر عند أهل العرف. وإذا كان كذلك كان حمل اللفظ على ذلك هو المشتهر في اللغة. المشتهر في اللغة أن اليتيم هو الذي توفي أبوه. نعم. وهو المشتهر عند أهل العرف. وإذا كان كذلك كان حمل اللفظ على حقيقته العرفية أولى من حمله على المجاز العرفي. نعم. السبب الثاني الانفراد في الوضع وفي مقابلته الاشتراك. نعم. يعلم أن الانفراد هو يعني أن يدل له على معنى واحد، يعني استعمال اللفظ فيما وضع له أولا هذا إذا كان بوضع واحد، أما اللفظ المشترك فهو ما اللفظ الموضوع لكل من معنيين، اللفظ الموضوع لكل من معنيين بوضعين كالقرء وكالعين. نعم تفضل. اعلم أن الاشتراك على خلاف الأصل، ومثاله ما احتج به الجمهور من الأصوليين على أن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمول على الوجوب، وهو قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فيقول المخالف: يحتمل أن يراد بأمره الأمر القولي، ويحتمل أن يراد به الشأن والفعل، كقوله تعالى: وما أمر فرعون برشيد. وإذا صح إطلاق لفظ على غير القول المخصوص والأصل في الإطلاق الحقيقة لزم اشتراك لفظ الأمر بين المعنيين، ومع الاشتراك يبطل الاستدلال. أيوة نعم، هذا هو معنى المشترك، وذلك المعنى العين، ولكنه في الغالب أنه إذا ورد في الشرع أو في اللغة يكون هناك قرينة تبين أحد المحملين هو المراد. أي وإذا لم يتبين يكون من باب المجمل، لأن المشترك إذا لم يتبين أحد المعاني المرادة منه يكون مجملا فيحتاج إلى بيان من غير صيغته. نعم. فيقول الجمهور: الأصل في الألفاظ الانفراد للاشتراك، فوجب انفراد لفظ الأمر بأحد المعنيين بالوضع، وأن تكون دلالته على المعنى الآخر بالمجاز. وقد أجمعنا على أنه حقيقة في القول، فوجب كونه مجازا في الفعل. وقد تقدم أن اللفظ يجب حمله على حقيقته دون مجازه، وآل الأمر في هذه المسألة إلى أنه إذا تعارض المجاز والاشتراك فالمجاز أولى من الاشتراك. بس يعني هذا يعني محتمل أنه مشترك، اللي هو يعني تسمية الأمر بالشأن وتسميته بالقول، لأنه الأمر صيغة فعل، والشأن والطريق، لأنه يعني تقول هذا ينقسم إلى أوامر، أو في هناك أمور يعني طرق. الصحيح أنه هذا اللفظ أقرب هو للاشتراك. نعم تفضل. السبب الثالث التباين وفي مقابلتها الترادف. نعم. التباين وفي مقابلتها الترادف، أي التباين وفي مقابلته. وإذا أراد القضية يعني التباين لا يكون إلا بين شيئين، لا يكون
الترادف الأصل في الكلام أن كل لفظ له معنى، وبعضهم ينكر الترادف، يقول الترادف لا يوجد في اللغة، وأنه ما وجد منه فهو من باب تعدد الأوصاف وليس من باب الترادف، أي كتسمية السيف بتار ويعني هندي ويماني وكذا، أنه يعني اسم السيف هو السيف والباقي صفات، والتعدد الصفات كل واحد سمى به لوصف وغير الآخر. نعم. اعلم أن الأصل في الألفاظ أن تكون متباينة لا مترادفة، ومثاله ما احتج به أصحابنا على أن التيمم عام جوازه بكل ما صعد على وجه الأرض، وذلك قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، والصعيد مشتق من الصعود، فكان هذا عاما في كل ما صعد على وجه الأرض. فيقول أصحاب الشافعي رحمه الله: الصعيد مرادف للتراب، وقد قال صاحب الصحاح: الصعيد التراب. وقال الشافعي وهو من أهل اللغة: الصعيد لا يقع إلا على التراب. والجواب عندنا أن الصعيد إذا صدق على التراب فإما أن يسمى به لأنه صعد على الأرض، وإما أن يسمى به من غير اعتبار هذا الاشتقاق بل كتسميته بالتراب. وعلى التقدير الثاني يلزم الترادف، ووجب اعتبار الاشتقاق فيه، وحينئذ يصدق على كل ما على وجه الأرض أنه صعيد. نعم. في سقط. نعم. في سقط. إيش هو؟ في سقط يعني سطر. وإيش قالوا على التقدير الثاني؟ يلزم الترادف وهو خلاف الأصل، فوجب كون لفظ الصعيد مباينا للفظ التراب، ووجب اعتبار الاشتقاق فيه، وحينئذ يصدق على كل ما على وجه الأرض أنه صعيد. نعم. على كل حال، وفيه الله عز وجل قال صعيدا طيبا، ولذلك بعضهم يقول أن الصعيد لا بد أن يكون تراب طيب، يعني تراب منبت وفيه غبار، وبعضهم يقول وفي الحقيقة أنه يعني كل سائغ، لأن بعض التراب لا ينبت أصلا، وبعض البلاد لا يوجد فيها تراب، فيها إما حجارة وإما رمال بيض لا تنبت. والله عز وجل قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد يطهركم. ومدام يعني المراد بهذا هو رخصة ومعناها غير معقول إلا من حيث أنها تخفيف، أن كون التراب ينوب عن الماء، والتراب قد يكون يوسخ الوجه واليدين، ومع ذلك جعله الله يعني ينوب عن الماء. والعلماء يقول من الحكمة أن أقرب شيء للماء هو التراب، لأن من بين الماء والتراب تنبت الأشياء، وأن الأرض هي خاصية التطهير كذلك. نعم. الصحيح من هذا، هناك أبو حنيفة رحمه الله حتى يقول كل ما تولد من الأرض يتيمم به، ومع الأسف أنه الآن بعض أتباع الفقهاء قد يشنعون على بعض، يقول هذا كيف أنت تتيمم على حجر، والثاني يقول له كيف أنت تتيمم بالغبار، الغبار اللي على الفراش، وبعضهم يقول كيف تقول لك تتيمم بالجص وما إلى ذلك. مدام كل واحد مستمسك بالآية والحديث، يعني للإنسان أن يختار ما يراه أبرأ لأمته، ولكن لا يثرب على أهل العلم والفضل الذين يقولون بقول يخالف ذلك. نعم. تفضل. والجواب عندنا
أن الصعيد إذا صدق على التراب فإما أن يسمى به لأنه صعد على الأرض، وإما أن يسمى به من غير اعتبار هذا الاشتقاق بل كتسميته بالتراب. وعلى التقدير الثاني يلزم الترادف وهو خلاف الأصل، فوجب كون لفظ الصعيد مباينا للفظ التراب وهو خلاف الأصل فوجب كون لفظ الصعيد مباينا للفظ التراب ووجب اعتبار الاشتقاق فيه، وحينئذ يصدق على كل ما على وجه الأرض أنه صعيد. هم يقولون التراب مفهوم لقب، وبعدين في الحديث اللي جعلت تربتها طهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، هذا كذلك هو الذي يستدل به الحنابلة على أنه مراد يعني خصوص التراب، ما كل ما صعد على الأرض. وكون يعني الصعيد مشتق من الصعود هذا ليس متجها، لأنه الأسماء أصلا لا يعني يكونها يعني مشتقة، أصلا المراد بالاسم العلم أنه يميز المسمى، وقد يكون في الأصل مشتق ولا يراد اشتقاقه. نعم تفضل. السبب الرابع الاستقلال وفي مقابلته الإضمار. اعلم أن الأصل في اللفظ أن يكون مستقلا لا يتوقف على إضمار، يعني اللي هو الحذف، ما كان يعني عدم الإضمار فيه وعدم الحذف أولى من تقدير المحذوف، فهمتم؟ إلا إذا كان المحذوف مثل يعني دلالة الاقتضاء، كأنه مذكور. نعم تفضل. ومثاله ما احتج به بعض أصحابنا على حرمة أكل السباع، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم أكل كل ذي ناب من السباع حرام. فيقول من يخالف من أصحابنا إنما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أكلته السباع، لا أن السباع لا تؤكل. ويكون الحديث مطابقا لقوله تعالى وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، يعني فهمتم، يعني يكون معنى أكل كل ذي ناب مأكول كل ذي ناب. وهذا لا شك أن هذا التأويل بعيد، ذكره يعني الزرقاني وغيره يعني في تأويل، وأنه لأن هناك قول عند المالكية أن أكل السباع وذي مخلون الطائر أنه مكروه وليس حراما، مع أن الرواية التي في الموطأ يعني في رواية نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، لكن الرواية اللي في الموطأ أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام، فلفظ حرام لا يحتمل. والصحيح من مذهب مالك أن السباع يعني لا تؤكل، وهذا هو الصحيح الذي رجحه القرطبي وذكر ذلك في تفسيره رحمه الله. نعم. وكذلك ذكره الشيخ رحمه الله في أضواء البيان، قال بأنه هو المشهور هو الصحيح من أقوال ما أو مذهب مالك أن السباع والذي مخلب من الطير أنه لا يجوز أكله وأن أكله حرام. تفضل. والجواب عند الأولين أن إذا حملنا الكلام على ما يوافق الآية يلزم الإضمار والحذف، فكأنه قال أكل مأكول كل ذي ناب من السباع حرام، فلا يكون الكلام في الحديث مستقلا والأصل في الكلام الاستقلال. ثم إن هذا الحمل يعني من باب التأويل البعيد، أي بعدين كونك تقول يعني أكل كل ذي ناب وذي خلب من الطير أنه ما أكله هو أنه الجيفة أنها حرام، يعني إذا لم تذكى هذا خارج عن الموضوع. وقوله وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، هذا مذكور في المحرمات. نعم.
أنه قد يوجد فيه رمق. أيه. تفضل. وما كونه يحمل على أن ما أكله السبع يعني في الحديث هنا، هذا الحقيقة فيه بعد. نعم. شيخ تعبير المؤلف بالاستقلال ضد الإدمار كان كيف؟ الاستقلال. الاستقلال معناه لا يقدر محذوف، لأنه هنا إذا قال وما مأكول لكل ذي ناب يعني ما قال أكل كل ذي ناب، جعل الأكل هنا بمعنى مأكول. فهمت؟ لا، الاستقلال يعني هو الإفراد والتثنية، الإفراد يقابله التثنية أو يقابله الجمع، وأما الاستقلال فهو يقابل يعني الحذف، معناه هذا اللفظ المذكور المعنى يستقل بدون تقدير محذوف. فهمت؟ هذا المراد، لأنه فيه التوكيد والتأسيس، معناه أن اللفظ يكون زيد لأجل أن يؤكد لفظا. والاستقلال يعناه يكتفى ويكون المعنى مستقل بدون تقدير شيء آخر، هذا هو المراد. نعم تفضل شيخ. لا عند السؤال. ها؟ وقت الأسئلة كأن الوقت ضيق. نعم. كم الوقت؟ ساعة هو أكثر تقريبا. في أحد عنده سؤال؟ أي يقولون الذي يحرم على المحرم هو الوضع. أي. نعم. كيف؟ الوضع ليس بالإحرام. هذا بون جمع عليه. هو العقد ممكن يبرم واحد عقد النكاح وهو محرم. أيوه هكذا، وكذلك هم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. والصحيح أنه يعني تزوج ميمونة وهو حلال. وهي حلال. نعم. بناء على هذا، بناء لأنه قال يعني على قاعدتهم أن العقد هنا النكاح هنا المراد به الوطء، وبالإجماع أن المحرم يعني لا يجوز له أن يضع. نعم. الفرق بين الحكمة والعلم. الفرق بينهما أن الحكمة هي المصلحة أو الثمرة التي يعني يحصل عليها يعني المعلل، أو أنها هي التي جعلت الوصف مناسبا لتعليق الحكم عليه، كمثلا التحريم في الإسكار، المسكر حرم والحكمة في ذلك، العلة هي الإسكار والحكمة في ذلك هو سلامة العقل والمحافظة عليه. فهمت؟ لو لم يكن هناك محافظة على العقول لما كان تحريم الخمر من أجل الإسكار مناسبا، وكذلك مظنة المشقة في السفر، لو لم يكن السفر مظنة للمشقة لما كان السفر مناسبا لترتيب الحكم عليه من قصر وإفطار وما إلى ذلك. نعم. ما يقول الحكمة هي التي جعلت الوصف مناسب، وهي التي من أصلها الوصف جرى علة حكم عند كل من درى، اللي هي الحكمة. نعم. وسبق أن ذكرت أن الحكمة وإن كانت هي السبب في جعل الوصف مناسبا، إلا أنها لا تتعلق بها، لا يعلق عليها الحكم لكونها خفية وغير منضبطة. نعم. شيخ. نعم. لا ينكح المحرم ولا ينكح. ينكح هو المقصود فيه لا يمكن غيره. هذا عند الأحناف معناه مثلا لا ينكح المحرم ولا يمكن غيره، يعني مثلا الزوج لا ينكح والزوجة كذلك لا تنكح ولا يمكن أحدهما الآخر
نعم هذا كلام الجمهور. أنا أقول لك كلام الأحناف، أنه لو قال أنه يكون لك من باب العقد أنه الولي يعني لا يطأ مليته، ويكون هذا القول هو قول الجمهور على أن نكاح حتى مجرد العقد، كما أن الوطء ممنوع عليهم من محظورات الإحرام فكذلك العقد. وعند الأحناف يقولون لا، المراد به الوطء فقط. اجتماع الحقائق أو اجتماع هذه الحقائق الثلاث مثل إيش؟ يعني هل يمكن اجتماعها للفظ واحد؟ يعني إذا كانت الاعتبارات مختلفة، ما في لفظ واحد، اعتبار واحد ما في، واللفظ المشترك قد يعم، وإذا عم لم يبقى مشتركا. فهمتم؟ اللفظ المشترك لا يراد به معنيين في وقت واحد إلا إذا كانت معانيه ليست متناقضة وصار من باب اللفظ العام. إذا دخل عليه ال ما بقي أصلا مشتركا، أو كان في سياق النفي أو النهي ما بقيت صيغته صيغة مشترك، لأن المشترك هو يعني مطلق أو نكرة. فإذا قلت رأيت العين، فدلالة العين هنا على الباصرة وعلى الشمس وعلى النقدين وعلى الجارية، هذه دلالة اللفظ العام على ما تحته، ولما دخلت عليه ال لم يبقى مشتركا وإنما بقي وإنما صار عاما. ولفظ القرء، إذا قلت القرء فهو عام في الطهر وفي الحيض، وإذا قلت ثلاثة قروء هذا لفظ مطلق، ولا يمكن أن يراد به، لا يمكن أن تؤمر المرأة بأن تعتد بالطهر والحيض معا لأنهما نقيضان. نعم فهمت؟ نعم. أقول كثرة الفائدة ليست هي من المرجحات، هذا هو. لذلك الذين قالوا بأن كثرة الفائدة لا يصار إليها لأنها ليست مرجحا، وإنما المرجح هو قوة الأدلة، الدليل هو الذي يرجح. ثم إن كثرة الفائدة، أن كثرة الفائدة هنا مبنية على فهم المعنى الذي يفيد، إذا كان المعنى ما هو متعين كيف تكون الفائدة كثيرة؟ كيف؟ يعني إذا في حكم معين ففي منه فوائد للبشر. هو كيف الفوائد أصلا في الحكم لمن؟ للبشر. طيب أصلا الأحكام لا تتعلق بالناس يعني إلا بالمكلفين، مو كل الناس كمان، بس المكلفين. نعم هو الاعتجاج فقط انه هو بعرض لغوي او بعرض ناحيه لغويه، لا اصلا هو الذي ينطق باللغه، اهل اللغه لا يريدون التعريف، يريدون ما دل عليه اللغه. وهناك تفسير القران باللغه وتفسيره بالاثر، ما دل عليه اللغه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني الحديث اذا كان مرويا بغير المعنى هو دليل على اللغه. وابن مالك رحمه الله يستدل دائما على اللغة بالأحاديث. نعم. هذا الأمر أن فهمت أنه يوجد احتجاج باللغة عن طريق الحديث، ولكن هل
هذا خارج عن الموضوع. نحن نريد أن نشرح كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستدل بكلامه على اللغة؟ نحن الذين نستدل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك القرآن، هل الله عز وجل يستدل بالقرآن على اللغة؟ لكن هو أدلة في ذاته، خلاص أدلة في ذاته، سواء استدللت بها أنت أم لم تستدل بها. والله يعني أصلا يعني العلوم كيف يبدأ بها؟ أي علم كيف يبدأ؟ يبدأ أصلا الإنسان بالتهجي، ثم بعد ذلك يزيد شيئا فشيئا. الإنسان كيف يبدأ يقرأ؟ ما عليه؟ أنا عارف أنك تقصد كتب الأصول، لكن هذا مبني على أن الإنسان يتدرج حسب عمره وحسب فهمه وحسب المراحل التي يعيش فيها. فالإنسان مثلا عنده المرحلة تسمى مرحلة التهجي، ثم مرحلة يسموه مرحلة الروضة، ثم مرحلة الابتدائي، ثم مرحلة المتوسط، ثم مرحلة الثانوي. هذه يعني ينبغي أن يتدرج في التعليم في كل الفنون في هكذا. فهمت يا أخي؟ فأنت ممكن تبدأ بأقل يعني مختصر، ثم بعد ذلك. والعلماء يقولون بأن العلوم لا بد لها من خميرة، تعرف الخميرة التي يصلح بها الدقيق، فهي متن، عبارة عن متن سواء كان نثرا أو نوما، يحفظه الإنسان في أي فن يريد أن يبدأ فيه. يبدأ بالمختصرات، والأصول هناك مختصرات حديثة ومختصرات قديمة. وأصلا عند القدماء أخسر كتاب هو الورقات، لذلك يقولون بأنها جمعت جمع قلة. أي.